مساء الخير واهلا بيكم وحلقه جديده من برنامجكم اخبارنا واللي بنتابع فيه اهم اخبار نادينا الزمالك والاخبار المحليه وكمان الاخبار العالميه. وزي عادتنا كل يوم بنبدا حلقتنا بالعناوين. كاس العالم ينطلق بدايه عربيه. رونالدو وميسي وجها لوجه قبل المونديال. الزمالك يعود بالقوة الضاربة. منتخب مصر انطلاقة جديدة. اما عن موضوع حلقتنا النهارده وكالعاده طبعا بنحب نعرف راي حضراتكم عنه وبننتظر دايما اجاباتكم، هو كيفيه تعويض غياب سيف الدين الجزيري عن الزمالك اثناء قيادته تونس في المونديال. مساء الخير واهلا بحضراتكم مره ثانيه، وحقيقه دايما ببقى سعيده وانا موجوده معاكم. طبعا النهارده انطلق الحدث الاهم والابرز على الاطلاق، الحدث العالمي، الحدث اللي بينتظره دايما كل 4 سنين ملايين من عشاق كره القدم حول العالم. دايما في كاس العالم كلنا، كل واحد حتى لو المنتخب بتاعه ما بيشاركش في المونديال بيبقى ليه دايما فرقه او منتخب بيفضل مستنيه لحد النهايه، بيفضل يشجعه، بيخلق له اي حاجه كده علشان خاطر يتابع علشانها المونديال. الحقيقه ان مونديال 2022 في قطر الحقيقه حاجه ما تتفوتش. شفنا قد ايه تنظيم مبهر، شفنا افتتاح مبهر، شفنا افتتاح بيليق باسم كاس العالم في نسخة 2022 وبيليق كمان باسم كمان الوطن العربي. الحقيقة اللي بتعمله قطر النهاردة لا ينسب فقط لدولة قطر ولكن كمان ينسب للوطن العربي، وان هم قادرين ينظموا مثل هذه الأحداث العالمية. شفنا الحقيقة كمان حضور لأبرز وأهم الشخصيات حول العالم، وطبعا من أبرزهم هو الرئيس عبد الفتاح السيسي متواجد في افتتاح قطر النهاردة أو افتتاح المونديال النهاردة. حقيقة ان احنا نتمنى ان هذه النسخة تكون هي النسخة الأبرز والأهم على الإطلاق. مونديال قطر 2022 ينطلق اليوم وهيستمر حتى يوم 18 ديسمبر الجاي. مونديال 22 بيقام لأول مرة في الوطن العربي أو العالم العربي، والتاني في قارة آسيا بعد نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان. كمان أنا بشوف إن المرة دي أو النسخة دي في التاريخ بتقام فيها البطولة في فصل الشتاء، هي ضربة غريبة شوية وجديدة وضربة بداية. بدايتنا النهاردة هي بداية عربية، ماتش الافتتاح بدأ من دقايق اللي بيجمع ما بين قطر صاحبة الأرض والجمهور مع الإكوادور. بداية عربية، نتمنى جدا جدا الحقيقة ان هي تكون بداية قوية، لان عايز اقول لكم برضو ان النهاردة قطر لو بدأت بدايتها القوية انك انت مش بس على مستوى التنظيم قادر انك انت تنافس، انما كمان على مستوى كرة القدم ايضا عارف انك انت هتنافس وعارف انك انت تثبت نفسك وتقول انك انت موجود. المونديال بيشهد مشاركة 32 منتخب من مختلف قارات العالم، هتقام المباريات على 8 ملاعب مختلفة، وأكيد طبعا حضراتكم شفتم قد إيه الملاعب معمولة بطراز مبهر. في البداية عايز أعرض معاكم مجموعة الثمن في البطولات أو الثمن دول المشاركة في البطولات، 8 مجموعات وهتظهر معاكم على الشاشة دلوقتي. أكيد هنشوف مباريات قوية جدا بين المنتخبات المشاركة. كمان النسخة دي للمونديال بتشهد مشاركة 4 منتخبات عربية، قطر هي الدولة المستضيفة للبطولة بالمجموعة الأولى، والسعودية بالمجموعة الثالثة، وتونس بالمجموعة الرابعة، والمغرب بالمجموعة السادسة. طبعا بنتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية، حاجة مبهرة جدا ومشرفة جدا المنتخبات العربية تثبت نفسها وموجودة طبعا في مونديال قطر 2022. زي طبعا ما قلت لحضراتكم كاس العالم هو الحدث الكروي الاهم عالميا اللي كلنا كل 4 سنين بنبقى منتظرينه. الحقيقه ان دي مش ده ما بيبقاش مجرد كلام،
بس بلغة الأرقام كمان، ده بيؤكد لك إن هو الحدث الأهم والأبرز على الإطلاق. القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة 32 في المونديال بلغت 12 مليار و63 مليون يورو، وده وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي. يعتبر منتخب إنجلترا هو الأغلى، وهو بقيمة تسويقية بلغت 1.26 مليار يورو. بعديها بيجي منتخب البرازيل ب 1.13 مليار يورو. كل اللي احنا بنتمناه ان طوال فترة كأس العالم ان البطولة دي تظهر بشكل كويس جدا، تظهر بشكل رائع، تظهر بشكل مشرف، لان دي هتبقى بداية انطلاقة ان البطولة كأس العالم او المونديال يقام في الوطن العربي. والحقيقة انا شفت ان اصلا من قبلها استعدادات قوية جدا جدا جدا، واضح ان الناس دي بجد ما كانتش بتنام علشان البطولة تطلع للنور او تنطلق بهذا الشكل المبهر. تابعنا بجد في كل مراحل استعداد انطلاق المونديال، سواء بقى كان تجهيز ملاعب، سواء كانت اقامه البعثات، الاماكن للبعثات المشاركه وغيرها وغيرها، بجد من الامور التنظيميه الرائعه لو قعدنا نسرد فيها او نتكلم فيها بجد ممكن تاخد مننا حوالي 4 5 حلقات، يعني لان باين قوي قد ايه الاحتفاليه مبهره، باين قوي قد ايه قطر فعلا تعبت قوي عشان خاطر تعمل الملاعب دي. فشايفاها بصراحه حاجه مبهره جدا، واتمنى ان البطوله كلها تبقى مبهره كمان لحد النهايه. من الحاجات برضو بصراحة اللي احنا نفسنا فيها ان فرحتنا تكمل، يعني انا عارفة طبعا الناس كلها بتتوقع دايما ان المنتخبات الاوروبية هي اللي بيبقى ليها المساحة الاكبر دايما في الفوز بالبطولة، ولكن انا بصراحة بتمنى قوي قوي ان المنتخبات العربية كمان تتألق وتكون دي بداية موفقة النهاردة يا رب. قطر مع الاكوادور، اتمنى طبعا ان قطر تفوز النهاردة والمباراة شغالة، اتمنى كمان حتى لو ما فازوش يقدموا يعني يقدموا عرض كويس جدا يليق طبعا بالبلد المضيفة للبطولة، ويحققوا يا رب نتيجة إيجابية تساعدهم يا رب على التأهل كمان للدور اللي جاي. كلنا ثقة ان كل المنتخبات العربية المشاركة يستحقوا المكانة اللي هم فيها، ولو ما كانوش يستحقوها بصراحة ما كانوش هيكونوا متواجدين، وانا حاسه انه لا كلهم هيسعوا دايما ومش هيناموا برضو عشان خاطر يقدموا احسن حاجه عندهم في المونديال. حقيقه بصراحه كنت اتمنى طبعا ان منتخبنا الوطني، خاصه ان كمان منتخبنا الوطني بجد يستحق ويستاهل جدا ان احنا كنا نشوفه في هذه النسخة، كانت هتتزين بجد البطولة هذه المرة لو كان المنتخبنا الوطني موجود، خاصة ان احنا بجد قدمنا اداء ولا اروع امام بلجيكا. فكنت تحس ان انت بعد الاداء ده اللي هو ودونا بقى معاهم كاس العالم، كان نفسي بصراحة، ولكن ان شاء الله كمان 4 سنين نلحق ونتأهل ونبقى موجودين يا رب ان شاء الله في النسخة اللي جاي. اخيرا في نهايه كلامنا عن كاس العالم، بتمنى كل التوفيق لكل المنتخبات العربيه المشاركه. عايزه بقى اتكلم معاكم عن معشوقنا الاول والاخير نادي الزمالك. نادي الزمالك استأنف تدريباته النهارده بعد راحه 24 ساعه. مستر فيريرا كان حريص جدا ان هو يريح لعيبته، وده طبعا علشان ما يكونش فيه اجهاد. بيبقى طبيعي جدا ان قبل المباريات بحبه قليله بنرفع شويه الحمل البدني. تدريبات النهارده بيشارك فيها الدوليين، ده طبعا بعد ما رجعوا من معسكر المنتخب، بعد كمان ما شاركوا في الماتش الودي او المباراه الوديه مع المنتخب الوطني امام بلجيكا. وكان المنتخب طبعا بيضم من الزمالك زي ما حضراتكم عارفين عواد وعمر جابر وزيزو وكمان امام عاشور، والمنتخب الاولمبي كان فيه حسام عبد المجيد. فكل ده خلاص الحمد لله دلوقتي متواجدين في النادي او في صفوف النادي. مستر فيريرا برضو بيحاول ان هو كمان الفتره الجايه ان هو يطمئن على كل المصابين، طبعا نبيل عماد دونجا او غيره، كل دول بيحاول ان هو يطمن عليهم مع الدكتور طبعا محمد اسامه، هو طبيب نادي الزمالك، والحقيقه قايم بمجهود جبار الفترة الأخيرة. احنا ما كانش بيعدلنا مباراة إلا لما تلاقي نادي الزمالك فيه إصابة أو إصابتين بالظبط. فهو كان بجد برضو من الناس اللي عليهم حمل كبير أول فترة الأخيرة، فكان الله في العون، سواء بقى الونش ونبيل عماد دونجا كان عندنا، وفتوح وعبد الغني وشيكابالا، كان عندنا إصابات كتيرة جدا. فالحمد لله احنا ابتدينا نستعيد قوتنا الضربة تقريبا كلها. في كمان إمكانية كبيرة جدا إن يبقى معانا في صفوفنا يعني تكون مكتملة في مباراة المصري واللي هتكون يوم السبت الجاي إن شاء الله في ربع نهائي كاس مصر. طبعا احنا عارفين
ان احنا عندنا اصابات زي مصطفى شلبي بالذات. مصطفى شلبي خلاص اقترب ان هو يكون جاهز في مباراة المصري، وده بعد ما يعني خلاص كل مراحل التأهيل، كان مصاب بجذع في الرباط الخارجي للركبة. شيكابالا كمان انتهى هو كمان من برنامجه التأهيلي. اما بقى فتوح بيخضع لإشعة جديدة واثبتت التئام الشرخ تماما، وان شاء الله خلاص برضه هيخضع ليه التأهيل ويبقى موجود كمان في اسرع وقت. مهم جدا ان كل قوتك الضربة تكون معاك، ده مهم جدا. المباراة برضو مباراة صعبة، احنا بنعتبرها ديربي الزمالك مع المصري، انت ليك معاه مواجهتين سواء كان في ربع نهائي كاس مصر او كمان في الدوري، فلازم جدا 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 مهم جدا انت معاك كل قوتك الضربه، انت معاك جدول مضغوط، انت زي ما قلت لكم امبارح انت هتفضل مضغوط خلاص. انت كان عندك دلوقتي فتره الراحه دي، ده احسن وقت انت تعرف تستغل فيه كل حاجه. الناس كلها اصلا مشغوله بكاس العالم، كاس العالم شغال، انت عندك فتره راحه، بس هي احنا ما بنسمهاش فتره راحه، دي فتره عمل بالنسبه ليك، انك انت عندك ملف مصابين كبير جدا خلاص الحمد لله احنا بنتخلص منه واحده واحده، والحمد لله كل قوتنا الضربه ابتدت ترجع مره تانية. ده غير انك انت برضو محتاج انك انت تعالج بعض الاخطاء اللي ظهرت الفتره الاخيره، محتاج تعمل انسجام ما بين اللعيبه. زي ما بقول لك فتره الراحه دي مش راحه لينا، مش راحه لينا، لا احنا المفروض في الفتره دي نشتغل، وان شاء الله الفتره اللي جايه او عوده الزمالك تبقى بدايه انطلاقه جديده. تعالوا مع بعض نطلع نشوف تقرير وبعدها نرجع ونبدا اخبارنا. أيام قليلة تفصلنا عن مواجهة ربع نهائي كأس مصر للموسم الماضي، مواجهة تجمع الزمالك والمصري، مباراة لم يعد مسموحا فيها بالتعثر. الفارس الأبيض يدافع عن اللقب. في نهاية البطولة الأخيرة حقق الزمالك الفوز على حساب الأهلي ليتوج بالكأس كما توج بالدوري. وخلال فترة التوقف كانت جماهير الزمالك مشغولة بآخر أخبار المصابين. الزمالك عانى من الغيابات، بإصابة نبيل عماد دونجا في بداية الموسم، تلقى الجهاز الفني بعدها خبر إصابة محمود حمدي الونش، كان ذلك في مواجهة سموحة بالجولة الأولى من الدوري، وبعدها أصيب إبراهيم ناداي ومحمد عبد الشافي وأحمد فتوح ومحمد عبد الغني ومصطفى شلبي وشيكابالا. فترة التوقف جاءت في توقيت مثالي، الزمالك بدأ يستعيد القوة الضاربة. مع استئناف الزمالك لتدريباته بدأ شيكابالا وعبد الغني في المرحلة الأخيرة من التأهيل، مؤشر عن قرب عودة الثنائي في لقاء الكأس، وربما ينضم للثنائي في قائمة مباراة المصري إبراهيم ناداي ومصطفى شلبي، وينتظر فيريرا استعادة دونجا وفتوح والمشاركة في التدريبات، مؤشر على استعادة الزمالك لقوته الضاربة خلال أيام. ويدرك البرتغالي فيريرا أهمية استعادة المصابين. في المرحلة المقبلة سيخوض الزمالك جدول مباريات مضغوط، سيواجه المصري في الكأس في 26 من نوفمبر، ثم يواجه المصري من جديد لكن في الدوري، ثم يواجه طلائع الجيش، وبعدها بيراميدز، ثم البنك الأهلي، وبعدها حرس الحدود، ثم يلتقي مع المقاولون، وبعدها الإسماعيلي. كل تلك المواجهات يخوضها الزمالك في شهر ديسمبر، ويبقى الاختبار الأهم أمام المصري والذي يجرى خلال أيام، والكل لديه ثقة في قدرة الفارس الأبيض على الدفاع عن اللقب. بداية أخبارنا طبعا كالعادة مع فريقنا الزمالك، ولاستأنف تدريباته الجماعية النهاردة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بعد حصول اللاعبين على راحة لمدة 24 ساعة. الفريق خاض مرانه الجماعي تحت قيادة طبعا البرتغالي مستر فيريرا، وكان في تركيز كبير على تصحيح الأخطاء وتنفيذ مجموعة من الجمل الفنية الجديدة. تعالوا بقى نروح للثنائي شيكابالا ومحمد عبد الغني، الاثنين بيتم تجهيزهم من طبعا من جانب الجهاز الطبي لفريقنا بقياده طبعا دكتور
محمد أسامة، وده علشان يكونوا متواجدين في مباراة الزمالك المقبلة أمام المصري يوم السبت القادم في دور الثمانية من بطولة كاس مصر، الثنائي في المرحلة الأخيرة من التأهيل، ونتمنى أنهم يلحقوا يا رب المباراة اللي جاية أمام المصري. طبعا مباراة صعبة، ولكن عايز اقول لكم ان يعني كمان انت دلوقتي بتعاني انك انت ما عندكش الونش، وعبد الغني برضو من العناصر او من اللعيبه الى حد ما طبعا بتعوض غياب محمود حمدي الونش الى ان يعود بالسلامه ان شاء الله. طبعا شيكابالا عنصر مهم واساسي في الفريق وله دور طبعا سواء كان داخل الملعب او خارج الملعب. شيكابالا كمان عنده دور كبير جدا الفتره الجايه مع اللعيبه الجديده، فوجوده مهم جدا ان هو هيساهم بشكل كبير جدا ان اللعيبه المنضمه حديثا لصفوف نادي الزمالك، شيكابالا هو اكتر لاعب هيقوم بالدور ده بدوره طبعا كقائد، ان هو يحصل من خلاله يعني عمليه الانسجام ما بين اللعيبه، وده شفناه منه بصراحه قبل كده. ليه بنرمي الحته دي على شيكابالا او بنرمي العبء هنا على شيكابالا او بنقول ان شيكابالا هو الوحيد اللي يقدر يقوم بالدور ده؟ لانه هو عمله قبل كده لما كانت يعني مستر فيريرا صعد نجومنا الصاعدين من فريق الامل، لما كان يوسف اسامه نبيه ومحمد طارق وحسام عبد المجيد وسيد نمار وغيرهم، يعني لما صعدوا لي الفريق الاول كان شيكابالا هو اللي بيعتبرهم تقريبا اخواته الصغيرين، كان دايما هو اللي بيحفزهم هو اللي بيحمسهم هو اللي واقف معاهم، لو حد فيهم عمل اسيست شيكابالا هو اللي بيجري للجماهير يعرفهم ان اللاعب ده على فكره هو اللي عمل الاسيست، هو اللي خلاهم يندمجوا وما يحسوش ان في فرق بقى، دي لعيبه كبيره وبتلعب بقالها كتير جدا وداخل الملعب وانا ابقى قلقان ومتوتر خايف منهم يستصغروني ولا حاجه. لا، شيكابالا اللي كان بيقوم بالدور ده وبيفهمهم انه كلنا واحد في الفريق وان كلنا يهمنا مصلحه الفريق. وعبد الغني برضو بصراحه من اللعيبه اللي الفتره الاخيره بجد متالق بشكل كبير جدا جدا جدا، وبالذات كمان في اخر مباراتين، مباراه انبي وسموحه وسيراميكا الثلاثه، بصراحه عبد الغني كان قايم بدور ولا اروع ولا اعظم بصراحه. فالاثنين بنبقى دايما محتاجين لهم جوه الملعب، ومحتاجينهم طبعا في مباراتي المصري سواء كانت في ربع نهائي كاس مصر او كمان في الدوري المصري عموما. اصلا الزمالك محتاج كل قوته، يعني انت محتاج انك انت خلاص كنت معاك دلوقتي لعيبه جديده او عملت صفقات قويه جدا، فانت بتبقى محتاجهم، لان انت الاول كنت بتعاني ان انت ما عندكش في المركز الواحد لاعب او اتنين وتلاته، فجأة بقى دلوقتي الاصابات، فتلاقي برضو في عجز، اللي انت عندك اصابات دلوقتي بتبقى مش عارف برضو تتصرف ازاي. فعشان كده بيبقى مهم ان انت قوتك الضربة تكون موجودة مش بس في لاعب او اتنين، لا قوتك الضربة كمان انت في المركز الواحد معاك حوالي ثلاث لعيبة، فانت كده بيبقى معاك قوتك الضربة، معاك كل صفك مكتملة، اللاعب ده تصفي التاني ده تصفي التالت على فكرة. فعشان كده بيبقى مهم جدا ان نادي الزمالك تبقى زي ما بقول كده ايه، كل حاجه في مكانها، كل حاجه قدامك، كل اوراقك معاك، بتلعب بقى زي ما انت عايز، لما معاك كل اوراقك العب. وده بقى اللي احنا دايما منتظرينه، ان انت بعد ما 18 ديسمبر ينتهي، وبعد طبعا مباراه ربع النهائي في كاس مصر، وبالمناسبه مباراه كاس مصر انا بعتبرها ممكن تبقى اصعب من الدوري، لان انت ما فيهاش بديل، الدوري تقدر تعوض. واحنا على فكره الموسم اللي فات اخفقنا في البدايات، يعني تعادل الانبي ده كان سيناريو بيتكرر حصل الموسم اللي فات، وبعد كده في الاخر انت بقيت بطل الدوري. لكن مشكلتي دايما مع الكاس ان هو ملوش بديل، انت لو خسرت هتعمل ايه؟ وانت اصلا كاس مصر هي البطوله المفضله ليك، والبطوله نادي الزمالك دايما بيشتغل فيها كويس قوي، وعارف يشتغل فيها صح ازاي، وعارف ازاي يتاهل فيها، وعارف ازاي يصعد فيها، فبحسها برده من البطولات اللي احنا مش عايزين نضيعها. وانت بصراحه برده ما ينفعش تبقى الموسم ده، ما ينفعش تبقى انت بطل الموسم اللي فات بموسم اعجازي، اعجازي بمعنى الكلمه، ما تخلوش حد يقلل من كلمه اعجازي او ان احنا ما عملناش حاجه نستحق التحيه عليها. انت فرقه ممنوعه محرومه من القيد، فرقه ما عندهاش قوام كامل، فرقه عندها اصابات عادي زي اي فرقه بيحصل معاها الكلام ده، ومع ذلك انت قدرت انك انت تحقق دوري وتحقق كاس. ان شاء الله السنه دي نحقق دوري ونحقق كاس ونحقق كمان دوري ابطال افريقيا. تعالوا نرجع ونستكمل اخبارنا، نروح لمستر فيريرا مدرب فريقنا. زي ما قلت لكم في البدايه في الانترو ان مستر فيريرا مركز على رفع الجانب البدني لجميع اللاعبين خلال المران بتاع النهارده، وده طبعا لتجهيزهم بالشكل الامثل لاستئناف مباريات الموسم الحالي بلقاء المصري البورسعيدي في بطوله كاس مصر.
مران النهارده برضو شهد التركيز على التصويب من اماكن مختلفه داخل الملعب، وخاض اللاعبين لفقره فنيه خاصه تحت اشراف البرتغالي فريرا، في تركيز كبير من المدير الفني على تنويع اللعب واستغلال كل الفرص اللي بتيجي ليه الفريق، ومنها طبعا استغلال مهارة التصويب. وده بحس برضو شيء مهم جدا، اللي احنا في المباريات اللي فاتت كان عندنا مشكلة جدا ان احنا نقدر نترجم الفرص لأهداف، وشايف طبعا مستر فيريرا بيشتغل على ده، فطبعا حاجة كويسة جدا وحاجة تطمننا ان هو بيشتغل على ان انت تترجم الهجمات بتاعتك لأهداف. تعال نروح بقى للثنائي نداي ومصطفى شلبي، الاثنين وصلوا برنامجهم التأهيلي الموضوع ليهم من جانب الجهاز الطبي لفريقنا على هامش التدريبات الأخيرة. شلبي موضوع ليه برنامج خاص لتجهيزه للمباريات، ونداي كمان كان تعرض للإصابة في العضلة الخلفية. إن شاء الله نشوفهم يا رب الاثنين برضو بيرجعوا في أسرع وقت ممكن. حكايه نكون يعني خلصنا اخبارنا، وطبعا شفتوا كل اخبار نادي الزمالك اللي حصلت النهارده في المران. كده نكون خلصنا اخبار نادينا، دلوقتي جه ميعاد بقى اخبارنا المتنوعه. بدايه طبعا اخبارنا المتنوعه من عند مونديال 2022 المقام في قطر، ودلوقتي عندنا العديد من المباريات اللي بتتلعب، بس طبعا لا صوت يعلو فوق صوت مباراه قطر والاكوادور اللي كانت انطلاقه الافتتاح النهارده. الحقيقه احنا عندنا النهارده عدد كبير جدا من المواجهات القويه تظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه في كاس العالم. عندنا طبعا قطر والاكوادور هي جاريه الان، كان عندنا برضو عمان وروسيا البيضاء الساعة 5، وبرضو الإمارات وكازاخستان الساعة 5، انطلقت يعني الساعة 5:30. عندنا بقى سوريا وفنزويلا هتنطلق الساعة 7، عندنا مولدوفا ورومانيا هتنطلق الساعة 8:30، ومالطا وإيرلندا هتنطلق الساعة 9، المجر واليونان الساعة 9:15، النمسا وإيطاليا هتنطلق الساعة 10:15. طبعا شايفين جدول مليء بالمباريات، يعني الواحد النهارده ايه جدوله مشغول مع انشغال طبعا كاس العالم. تعالوا بقى نروح ليه ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي تواجد في دوله العاصمه القطريه الدوحه لحضور حفل افتتاح كاس العالم لكره القدم. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بأن مشاركة الرئيس في هذا الحدث الرياضي العالمي تأتي تلبية لدعوة شقيقه الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وذلك في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين مصر وقطر. نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي صورة تجمعه مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وهما يتنافسان في مباراة في لعب الشطرنج في إعلان خاص بمونديال 2022. ويتصدر كريستيانو رونالدو قائمة منتخب البرتغال في كأس العالم، والذي ينافس ضمن المجموعة الثامنة في كأس العالم رفقة كل من كوريا الجنوبية وغانا وأوروغواي، بينما يقود النجم ليونيل ميسي قائمة منتخب الأرجنتين وينافس ضمن المجموعة الثالثة في المونديال رفقة كل من السعودية بولندا والمكسيك. طبعا مباراة مصر وبلجيكا عايزة يعني أقول كلمتين عنهم كده سريعا، إن هي أنا شفتها مباراة قوية جدا، مباراة بداية، مباراة بتفرق جدا في تصنيفنا. ليه بتفرق في تصنيف مصر عالميا؟ لأن المباريات الودية الرسمية بتفرق جدا في التصنيف، ويمكن ده هو كان السبب شوية في إن احنا يعني ما نكونش طبعا تصنيف أول ونقع مع السنغال ويحصل اللي حصل، ولكن هنعتبرها إن المباراة دي هي بدايتنا، واحنا شايفين بصراحه مستر روي فيتوريا عامل شغل كويس جدا جدا مع المنتخب الوطني، والناس كلها كانت فرحانه بالاداء اللي كان عليه منتخبنا الوطني والعرض المميز اللي احنا قدمناه، وان انت حتى لا تهاب منتخب بلجيكا اللي هو مصنف الثاني عالميا، كنا بنلعب الحمد لله بثقه، عارفين نلعب كويس جدا، بالعكس احنا كمان اللي كسبنا، احنا قدرنا نكسب 2-1. في ناس ممكن تقول لك ان هم عشان هم كانوا متحفزين شويه وخايفين عشان هم يلعبوا كندا يوم الاربعاء اللي جاي، ده وارد،
ولكن هم برضو كانوا محتاجين ان هم يلعبوا كويس جدا، لان احنا الكويت برضو تشبه شويه اجواء قطر، بيلعبوا مع منتخب عربي وما كمان هيلعبوا مع المنتخب العربي، عشان كده دي كانت الاجواء هناك. طبعا في تفاصيل كتير جدا احنا حابين نعرفها مع استاذ حاتم رضا الناقد الرياضي. مساء الخير يا استاذ حاتم. نور يا مها، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي قناة الزمالك، أهلا بيك. بشكرك جدا. طبعا يعني من بعد المباراة المنتخب مع بلجيكا واحنا ما نعرفش بقى أي حاجة، ما نعرفش إيه اللي حصل، يعني مستر روي فيتوريا فرحان، مستر روي فيتوريا قال إيه مع اللعيبة بعد الفوز، يعني طمنا كده إيه اللي حصل بعد المباراة؟ والله شوف، أنا طبعا يعني كلنا سعداء بمباراة مصر وبلجيكا، مش عشان النتيجة أو عشان إحنا فوزنا، لكن لان احنا فعلا حاسين ان منتخب مصر بيقدم اداء كويس جدا. شفنا لمسات وبصمات مستر روي فيتوريا بدات تظهر على منتخب مصر. كان في يعني كلام او كان في حديث مع الكابتن حازم امام تحديدا بعد المباراه، والراجل كان سعيد جدا، او كان اكثر حد سعيد بالاداء اولا صوب النتيجه، لان طبعا كان تعرف ان الكابتن حازم هو اللي كان يعني هو اللي كان منوط بملف اختيار المدير الفني لمنتخب مصر، وبالتالي اي نتيجه او اي يعني حاجه تصعب المنتخب هتلاقي الناس كلها على طول بتعلق او بتتكلم عن الكابتن حازم. فالراجل كان سعيد جدا بالاداء، لانه هو ده الكلام اللي كان متفق معاه مع او عليه مع روي فيتوريا، لانه طبعا احنا عارفين كلنا ان روي فيتوريا هو مدرب هجومي او مدرب عنده نزعه هجوميه او مدرب من المدربين بيهتموا بتطوير الجانب الهجومي عند منتخب مصر. احنا طبعا عارفين منتخب مصر طوال السنوات اللي فاتت كلها كان يعني نظرا لامكانيات اللعيبه او نظرا لان احنا كلنا كل ما نقول مدرب اجنبي او مدرب موجود بيقول ان القماشه اللي عندي مش كويسه، عندي نواقص كتير جدا في بعض المراكز. فكان دايما المدربين كلهم اللي يكون في الفتره الاخيره بدايه من هيكتور كوبا كان كلهم بيعتمدوا على الجانب الدفاعي والتأمين الدفاعي، ثم بعد كده بقى نصير ان احنا نقطف هدف بهجمه مرتده او زي ما قيل ساعتها منتخب محمد صلاح وشيل هذا القبيل يعني. لكن سعادتنا امام منتخب بلجيكا ان هو منتخب قوي، منتخب بيضم مجموعه من نجوم العالم طبعا. منتخب بيلعب الظروف الاخيره قبل ما نروح كاس العالم، منتخب لعب المباراه بكامل نجومه وبكامل وبكل تركيز وكل جديه، وانا عكس تماما اللي بيتقال انه منتخب بلجيكا يعني خايف على نفسه او منتخب بلجيكا ما بيلعبش بجديه او مش واخد المباراه بجديه. ده طبعا امر مدهش جدا، لانه انا شايف ان منتخب بلجيكا كان بيلعب وبالتحديد في اول 15 دقيقه كان يعني مسيطر وكان الافضل، الى لغايه ما لعبتنا بدا يخش في المباراه وبدا ان هم يستطيعوا ان هم يقفلوا على مفاتيح لعب بلجيكا، ثم بعد كده نبني الهجمه او زي ما بقول بقى بصمات فيتوريا ان احنا نبني الهجمه من تحت ونقرب من بعضنا، ثم بعد كده نوصل للمرمى ونستطيع الحمد لله او زي ما استطعنا الحمد لله احنا نسجل اهداف. طب كان كلام مستر روي فيتوريا ايه مع اللعيبه بالذات؟ بالظبط، يعني هو الراجل كان سعيد جدا بالاداء، الراجل وجه الشكر لكل اللعيبه، لاعب كل اللعيبه اللي سواء اللي شاركت او ما شاركتش، قال لهم يعني ان هو سعيد جدا بالاوان الروح والاداء اللي دام، ثانيا بتنفيذ التعليمات وتنفيذ الكلام اللي اتقال حرفيا سواء في المحاضرات سواء قبل ما نسافر الكويت او بعد ما سافرنا. الراجل كان حريص جدا ان هو يشكر بالتحديد اكرم توفيق في الجبهه اليمنى على ادائه الرجولي، كان سعيد جدا بمستوى محمد النني، يعني كل اللعيبه الراجل كان حريص جدا ان هو يشكرهم، وطبعا بالتاكيد قال لهم ان احنا يعني كان مكانكم الطبيعي او كان كنا نتمنى ان احنا نطلع من الكويت على قطر عشان نشارك في كاس العالم، لكن احنا نتعهد من دلوقتي يا جماعه ان احنا ان شاء الله نكون موجودين في 2026، والمواضيع او الاهداف تتحقق خطوه خطوه. فاحنا ان شاء الله هنلتقي في تجمع شهر مارس المقبل، واللي هيكون فيه ماتشين ان شاء الله مع ملاوي في تصفيات امم افريقيا، وان شاء الله احنا بنتعهد ان احنا ان شاء الله نكون نصل ان شاء الله امم افريقيا، ثم ان شاء الله ننافس على لقبها، وبعد كده ان شاء الله نفتح ملف في كاس العالم، وان شاء الله باذن الله نتعهد كلنا هنكون موجودين في 2026. اكيد كل لعيبه متاثره جدا، اكيد كل لعيبه جات لها كده يعني وتذكرت ما حدث في مباراتين باستمرار، واكيد في ان شاء الله نعوض يا رب الفتره اللي جايه. طبعا واضح ان مستر روي فيتوريا عامل مجهود كبير، والاجواء كلها بتساعد ان شاء الله ان احنا نكون موجودين باذن الله في 2026. عايز اسالك بقى عن الحديث الودي اللي دار ما بين صلاح وما بين هازارد، وكواليس الحديث ده كانت ايه؟ والله شوف، هو طبعا يعني كان في حديث بين صلاح وبين كورتوا وبين هازارد ودي بروين
قبل وبعد المباراه. انت عارف انه يعني بيقال دايما محمد صلاح علاقته متوتره بلاعيبه ريال مدريد، لان طبعا بتبقى ماتشات دايما ليفربول وريال مدريد بالظبط. بتبقى يعني دايما بتبقى حساسه، دايما بتبقى فاصله في مباريات دوري ابطال اوروبا. فبالتالي محمد صلاح اكيد عايز يعني يرد، عايز يوضح الكلام ده، انه المنافسات والاحتكاك والمنافسه بتبقى فقط داخل الملعب، لكن خارج الملعب اكيد في روح عاليه جدا، وفي صداقه، وفي تواصل ودي بين جميع اللاعبين، خاصه محمد صلاح كلنا عارفين مكانته ومنزلته حاليا في العالم كله. اكيد محمد صلاح كل الناس وكل النجوم العالم كلهم عارفين مكان محمد صلاح، وعارفين ان هو وهازارد حاليا وصلاح اصلا علاقتهم كويسه من بدري، يعني من ايام ما كان هازارد في تشيلسي. بالظبط يعني. وفي ودي بيرو حارس مرمى محمد صلاح وكورتوا بعد المباراه وهنئوه بجائزه جلوب سوكر اللي هو كافضل لاعب في العالم. اكيد يعني محمد صلاح علاقته كويسه جدا بكل هؤلاء النجوم، والحديث طبعا بقى عن الساعه في كاس العالم، عن المباراه، عن التهنئه بالفوز، يعني كل الحاجات دي بتمشي بشكل او يعني كعرف بين لعيبه الكوره، اكيد بقى في حديث عن مثل هذه الامور. لكن طبعا يعني اللي انا يعني شاهدته وان انا يعني سمعته ممكن يكون عن قرب قبل المباراه هو دي برون ومحمد صلاح لما صافحوا وهناه بالجائزه، وكان محمد صلاح كان سعيد جدا بهذه التهنئه يعني. شفت كمان صلاح يعني اخد جايزة افضل لاعب في المباراة، ولكنه شايف ان تريزيجيه هو اللي يستحقها. اكيد يعني انا يعني زي ما قلت في روح كويسه جدا وروح عاليه جدا بين جميع اللاعبين. اكيد تريزيجيه كان من افضل اللاعبين في المباريات. تريزيجيه كان اكثر تحركا وانشط هجوميا، واللي هو وعام بدور حائط الوسط بين دفاع الهجوم. فاكيد يعني محمد صلاح حاسس في الملعب، وبالتالي كان حريص جدا ان هو يعني يرد الجميل لتريزيجيه، او جاي احنا حاسين بمجهودك وحاسين بالقرار انت عملته طوال المباراه، وبالتالي انت تستحقها. وده بيقول ان محمد صلاح يعني هو بالفعل قائد بالظبط، قائد وكابتن كبير فعلا، جدا وعارف ان لمنتخب مصر تريزيجيه كان يعني. نجم بجد لذلك انا المباراه. بالظبط انا عايز اقول ان محمد صلاح مش واخد حقه كقائد لمنتخب مصر. يعني محمد صلاح دايما كنا بتتكلم ارقام قياسيه وارقام عالميه وكل كل، لكن كقائد يعني كلنا بنشوف او كنا شفنا محمد صلاح سواء في المعسكر ده في الكويت او قبل كده، محمد صلاح لما بيجي بيتكلم اللعيبه بيعمل الروح، بيعمل الروح او التجمعات اللي بيعملها القائد داخل المعسكرات بيبقى فيه تحفيز حاس منه لكل اللعيبه، حديث عن الطموحات، حديث عن الاحلام لازم نحققها، حديث عن الروح والاهداف اللي الجماهير مستنيها مننا، وداعه للعيبه كمان هو كل مره بيكون حريص ان هو يسلم كل لاعب لاعب قبل ما يغادر اي معسكر. طب بمناسبة يكفى عدوك. المعسكرات يا استاذ حاتم، هل بقى في يعني معسكرات الفترة اللي جاية؟ لا هو خلاص ما فيش معسكرات قادمة الا ان شاء الله بقى في مارس، ده التوقف الدولي الرسمي الجديد قادم لمنتخب مصر، اللي هو ان شاء الله يكون فيهم مباراتين ملاوي اللي هم من سبتمبر الماضي. في تصفيات المهاجمة افريقيا ماتشات رسمية عشان ان شاء الله نحسن وضعنا في المجموعة. طبعا احنا عارفين احنا كنا كسبنا غينيا 1-0، ثم بعد كده خسرنا من اثيوبيا، وبالتالي منتخب مصر في وضعيه سيئه جدا. عايز اقول لك احنا غير المجموعه تقريبا، فالماتشين دول يعني دول حقيقه ان شاء الله نفوز بيهم ونحقق الستة بونت ان شاء الله عشان نحسن وضعنا ان شاء الله في المجموعه. واكيد يعني منتخب مصر ان شاء الله باذن الله هيتاهل للبطوله، لكن طبعا احنا في وضع حاليا ما يليش منتخب مصر يعني كاهل بالمجموعه بنقاط يعني. إن شاء الله يا رب. أنا بشكرك جدا جدا أستاذ حاتم رضا الناقد الرياضي. طبعا احنا كلامنا كان كثير جدا عن منتخب مصر وكمان عن دور صلاح، وإن قد إيه الأجواء باينة أوي إن هي حلوة جدا ما بين المنتخب الوطني، وهو ده بجد اللي احنا عايزينه يحصل الفترة الجاية، إن الأجواء نفسها جوه المنتخب تبقى حلوة وتبقى جميلة وتبقى انطلاقة بقى جديدة ونعوض كل اللي فاتنا. تعالوا مع بعض نروح دلوقتي تقرير عن منتخبنا الوطني، وبعدها نرجع ونكمل أخبارنا المتنوعة. ما أجمل أن تبدأ مسيرتك بانتصار، انتصار يزيد الثقة في بداية المشوار. بعد عام مليء بالأحداث كان المنتخب المصري قريبا فيه من صنع الإنجاز تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش. أظهر الفراعنة الوجه الحقيقي في بطولة كأس العرب، وفي كأس الأمم أعادوا ترتيب أنفسهم، فوصل الفراعنة مع كيروش إلى النهائي. الحظ لم يخدم المنتخب،
وابتسمت ركلات الترجيح للسنغال. وبنفس السيناريو اقترب المنتخب من ملامسة بطاقة المونديال قبل أن تخطف السنغال الفرحة بنفس الطريقة، وابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب السنغالي. وبنهاية حلم الأبطال في كأس الأمم وفي المونديال، بدأ اتحاد الكرة في مرحلة جديدة، ووقع الاختيار على البرتغالي فيتوريا. وبالرغم من أن المنتخب لم يخوض أي مواجهات رسمية في الفترة الماضية تحت قيادة فيتوريا، إلا أن البدايات تبدو مبشرة. في مستهل مشوار فيتوريا مع الفراعنة، حقق منتخبنا فوزاً بثلاثية على حساب النيجر، وبعدها انتصار بنفس النتيجة على ليبيريا، قبل أن يواصل المنتخب رحلة الإقناع. واجه المصنف الثاني عالمياً منتخب بلجيكا، وحقق الفراعنة الفوز الثالث على التوالي مع فيتوريا، فوز زاد من رصيد الثقة. الثقة هي كل ما كان يحتاجه رفاق صلاح بعد عام اقتربوا فيه من تحقيق كل الأحلام. لكن الحظ تخلى عن الفراعنة لتبدأ مع فيتوريا مسيرة جديدة تتمنى الجماهير أن تكون نهايتها سعيدة. رجعنا لكم مرة ثانية ولسه مكملين أخبارنا المتنوعة، ونروح لكريم بنزيما نجم ريال مدريد ومنتخب فرنسا، واللي أعلن عن غيابه بشكل رسمي عن المونديال بعد ما انتشرت عدة تقارير صحفية في الساعات الماضية تفيد بإصابة اللاعب واحتمالية غيابه عن البطولة. كتب كمان كريم بنزيما عبر حسابه الشخصي على تويتر: لم أستسلم أبداً في حياتي، ولكن يجب أن أفكر في المنتخب كما كنت أفعل دائما، لذلك يجب أن أترك مكاني لشخص يمكنه مساعدة مجموعتنا في تقديم كأس عالم جيد. شكرا لكم على كل رسائل الدعم. تعالوا نروح بقى لنجمنا وانفراد سيف الدين الجزيري نجم هجوم نادي الزمالك ومنتخب تونس، بجلسة تصوير خاصة استعدادا لانطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، ويلتقي المنتخب التونسي مع نظيره الدنماركي في أولى مبارياته بدور المجموعات، حيث تضم مجموعة تونس منتخبات أستراليا وكمان فرنسا والدنمارك. طبعا كل التوفيق لنجمنا سيف الدين الجزيري، وإن شاء الله تشرفنا يا رب في كأس العالم. أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم الاتحادات الأعضاء بأنه حقق عائدات قياسية بلغت 7.5 مليار دولار في 4 سنوات من الصفقات التجارية المرتبطة بكأس العالم 2022 في قطر. وكشفت فيفا عن أرباحه يوم الأحد للمسؤولين من أكثر من 200 عضو، ويزيد هذا المبلغ بواقع مليار دولار على عائدات النسخة السابقة من كأس العالم والتي أقيمت في روسيا عام 2018، وتزايدت العائدات بفضل الصفقات التجارية المبرمة مع قطر البلد المضيف للمونديال. وأبرمت معظم صفقات البث الخاصة بمونديال 2022 عام 2011 أثناء رئاسة جوزيف بلاتر للفيفا في صفقات ثنائية تضمنت بطولتي روسيا وقطر. تعالوا نروح لمانشستر سيتي، واللي تقدم تصدر نادي مانشستر سيتي قائمة الأندية الإنجليزية الأكثر تمثيلا في بطولة كأس العالم، ويمثل السيتي في المونديال 17 لاعب في معظم المنتخبات الكبرى، بينما يأتي نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني ب 14 لاعبا. وجاء ترتيب الأندية الإنجليزية الأكثر تمثيلا في كأس العالم 2022 كالتالي: مانشستر سيتي 17 لاعب، مانشستر يونايتد 14 لاعب، تشيلسي 12 لاعب، توتنهام 11 لاعب، أرسنال 10 لاعبين، برايتون 8 لاعبين، ليستر سيتي 7 لاعبين، ليفربول برضو 7 لاعبين.
كده نكون خلصنا اخبارنا المتنوعه، وكمان خلصنا اخبارنا العالميه، خلصنا اخبار نادينا. دلوقتي جه معايد السوشيال ميديا وكمان سؤال حلقتنا النهارده، وكان سؤال حلقتنا على مواقع التواصل الاجتماعي هو كيفية تعويض غياب سيف الدين الجزيري عن الزمالك اثناء قيادته لمنتخب تونس في المونديال. البدايه من عند عبد الوهاب، مساء الخير عليك يا مها، اتوقع يكون يوسف اسامه نبيه، كل التوفيق للزمالك. مساء الخير عليك يا مها، دايما منوره قناه، بشكرك جدا. انا شايفه سامسون، انا نونا، انا شايفه ان سامسون هو البديل الامثل للجزيري، وده لو في حاله وصوله من بلده، والبديل الثاني يوسف حسن، بس اهم حاجه جده فيريرا يديهم الثقه او يمنحهم الثقه والتركيز، لان الماتش واحد لا بديل عن الفوز، وكل الدعم والتوفيق لاي لاعب يلعب، واحنا واثقين فيهم وان شاء الله يكونوا قد المسؤوليه. محمد عيسى، مساء الخير عليك يا، بشكرك جدا وعلى كل شعب الزمالك الحبيب. يمكن تعويض سيف بي أكينولا أو إعداد يوسف حسن، ويكون مفاجأة جده فيريرا أو اللعب بإنصاعد وهمي، ويكون أوباما بعد تجهيزه جيدا. محمد أنور، مساء الورد عليك يا، بشكرك جدا. أنا شايف أحسن ثلاثة بدلاء للجزيري سامسون أكينولا يوسف حسن يوسف أسامة نبيه، زملكاوي وأفتخر. بشكركم دايما على التواصل معانا، ولكن عندي ليكم دلوقتي خبر سعيد جدا، ان بعد ساعة من دلوقتي هتنطلق أولى حلقات برنامج سوبر كورة من تقديم زملائي الأعزاء اللي بحبهم جدا جدا جدا، وأتوقع إنهم هيكسروا الدنيا يا رب، محمد طارق قضى ومينا ماهر. وهيكون البرنامج ده بيختص أو بيتابع كل كواليس وحكايات وأخبار كاس العالم، وانا واثقه جدا ان هي تكون متابعه مميزه جدا جدا على قناه الزمالك، وبالتوفيق طبعا لقضا وكمال لمينا في ان هم يقدروا بجد ان هم يقدموا محتوى مميز جدا طوال فتره المونديال. كل التوفيق ليهم، واوعوا يعني تنسوا ان انتم تتابعوهم، انا متاكده بجد ان هم قدموا حاجه مختلفه تماما. بعد ساعه من دلوقتي ان شاء الله هينطلق برنامج قضا ومينا. بشكركم جدا على المتابعه، واشوفكم يا رب ان شاء الله يوم الثلاث في حلقه جديده من برنامج اخبارنا.